هذه بعض التشققات الأرضية التي ظهرت خلال اليومين الآخرين بحي ذرعطين ببلدية مروان غرب ولاية باتنا بعد الفيضانات الكبيرة التي اجتاحت المنطقة، تشققات بطول عشرات الأمتار بعمق المترين في بعض المواقع. وما زاد من حجم مخاوف المواطنين هو أن كميات هائلة من سيول الفيضانات الأخيرة ابتلعتها هذه التشققات. حضرت واش كثر عندي شخصات هيا حتى يقول الشاس روح تشغل هذا الدار سي مين دخلت الدار دخلت الدار وعلى بالك الحمد يجي وتينا زقنا وقرنا كلها يغلي زاد قدام ما على باليش ماني تروح انا وانا المهم اش كثر عندي الشيء اش كثر عندي يعني حنا استغربنا في كميه المياه المنسوب المياه اللي تدفق لهذا البئر هذا وراح ما بانش. حنا بغينا إفاد لجنة تقنية مختصة في هذا الأمر هذا سواء كانت ولائية ولا مركزية لازم تجي، راهي حاجة ماشي سهلة هذه، راهي ماهيش سهلة، راه تشكل خطر حقيقي. ما على باليش أنا دروك إذا كان الواد هذا وتحت الديار التشققات اللي شفتهم هذا وين، راهي من جراء الحملة الأخرى هذه. مخاوف من تشققات أرضية ممتدة تحت المساكن تضاف إلى الخسائر المادية والفلاحية الكبيرة التي سببها فيضان هذا الوادي. الطلب يغزر هنا غني خدم نسب الفيضان هذا يغزر كنو ترى عندي صرا لو كان خدم انس هنا ان شاء الله بربي ان شاء الله ودي تراك شغل روبريد ودي تراك شغل السكان. احنا نطلبوا من السلطات ان شاء الله يشوفوا لنا ويشوفوا لهذه المنطقه حي شدي وحي ذرعطين بتخصيص سدود مائيه لهذا الزوج ويدا ان شاء الله باش يخليوا المنطقه ويحميوها من الويديان والفيضانات. ذي العمرين ومزريق القدره ثمثني طنين في الدار اشوف يتشور الصغار تمزهاقن ثمطوث النوث غرنج في دار انترنت نشنين السبعه ذي العيل. يذكر ان السلطات المعنيه قامت باحصاء المتضررين من الفيضانات في انتظار ما ستفعله هذه التشققات.